على الرغم من قيادة السعودية لأكبر خفض لإنتاج النفط ضمن تحالف أوبك بلس بما يؤثر على مداخلها المالية النفطية، إلا أنها سجلت نمواً في إيرادات النصف الأول 2024 بنسبة 9%. بلغ مجمل إيرادات الميزانية السعودية 647 مليار ريال، بينما بلغ مجمل النفقات نحو 675 مليار ريال. مجمل قيمة العجز المالي للنصف الأول 2024 بلغ 27 مليار و700 مليون ريال. المملكة وضعت تقديراتها للعجز لكامل 2024 ب 79 مليار ريال، ما يعني أن أرقام النصف الأول تشكل 35% من مجمل كامل العام. ومن مجمل الإيرادات نما الدخل النفطي بنسبة 10% إلى 395 مليار ريال، والدخل غير النفطي نما بنسبة 6% إلى 252 مليار ريال. وتظهر بيانات الميزانية أبرز قنوات الإنفاق وهو قطاع الصحة والتنمية الاجتماعية بقيمة 139 مليار ريال.